هلا وصلنا للفعالية الحركية للميت. نحن لساتنا ضمن الوظيفة الحركية، حكينا على المضغ، على البلع، هلا بقى الفعالية الحركية للمعدة. بس احنا مثل ما عرفنا شو الأمور الهضمية مكونة من بدايته لنهايته، وظيفة حركية بتمسك من الأول للأخير، وظيفة إفرازية من الأول للأخير، وظيفة هضمية من الأول للأخير، امتصاصية من الأول للأخير، تمام؟ الوظيفة الحركية حكينا عن المضغ والبلع، هلا بنحكي بقى الفعالية المضغ والبلع على مستوى الفم، بعدين على مستوى البلعوم المريء خلص منه، شو بعده؟ المعده. الفعاليه الحركيه للمعده هي اكثر فقره شوي بتعذب بالفعاليه الحركيه، الباقي كلهم بسيطين، هن يعني هي مو بتعذب لانه هي صعبه، هن لانه عاطينا حكي زياده، يعني هذا الحكي لازم يكون ينوجد بكل شيء، لازم ينوجد بالمريء بالمعده الدقيق، بالمعده الغليظ، بس هن ما وجدوه ما حطوا لك اياه الا بالمعده، تمام؟ فهون بدك ترفع تركيزك شوي لحتى تركز منيح، يعني هي هي الشغلات اللي بالعاده الطلاب بتخبط فيها. او بالعاده الطلاب بتنساها بسهوله، فانت بدك تركز منيح لحتى تتجاوز هذا الحكي، حتى انت تكون يعني تتميز عن غيرك بانه يكون هو بالنسبه لك يعني هيك موجودين بعقلك مرسخين بشكل صحيح. فعاليه الحركيه للمعده، بالبدايه حكى عن الوظيفه الحركيه للمعده، المعده شو الحركات اللي بتعملها، بعدين شو الشيء اللي بنظم لي حركات المعده وافراغ المعده، افراغها يعني انه يطلع على محتوياتها المعده تفضى يعني. بالبدايه وظيفه حركيه للمعده، المعده بتخزن الطعام جواتها. يعني شفت انت هي المقدمه اللي حكى لك اياها بدايه فقره الحركيات، عم اقول لك بالبدايه عندي المضغ يتم في مستوى الفم، بعدين البلع يساعد فيه كذا وكذا وكذا. شفت انه كيف عم تشوف ضمن الفقرات، فعم اقول لك وتوصل للمعده، عم اقول لك انه تختزن الطعام، بعدين تعمل لي حركات تمعوجيه تتفعل الكيموس باتجاه العفش. فهلا رح اشوف لك تختزن ولا رح اشوف كيف تنظيم، كيف بتفرغ باتجاه المعده. فهي شغلات هذيك شغلات ما لها حفظ، يعني اذا جاب لك تخزين الطعام والله معده والله مريء اكيد معده، عرفت شلون؟ فمشان تعرف تدرس بذكاء تحفظ بذكاء، فتختزن الغذاء جواتها. عم يقول لك وظيفه الاختزان يتولاها القسم العلوي من المعده، المعده قادره انها تخزن وجبه طعام قيمتها 1.5 لتر نتيجه تمدد جدران. حلو هذا الحكي احلى. الوظيفة الثانية هي انه تمزج الطعام مع بعضه وبتفتته وبتصنع لشيء اسمه الكيموس، هذه الوظيفة بيتولاها القسم السفلي من المعدة ناتج عن الحركات التمركزية. طيب تعال نرسم انا وياك المعدة. هاي المريء فوق عندي معصرة لها بنية تشريحية مميزة، المعصرة المريئة العلوية السفلية فيزيولوجية متتميز بارتفاع الضغط فيها، ما لها بنية تشريحية، هي معصرة فيزيولوجية. بعدين بقى عندي المعدة، عندي هون الفؤاد، بعدين عندي هون اسمه قاع المعدة، هاي انحناء كبير، هون عندي غار المعدة، تمام؟ بعدين بيجي عندي العفاج، قبل العفاج عندي البواب، هذا الانحناء الصغير. حلو هذا الحكي آخر. إذا البواب هو عبارة عن دسام، مثل دسامة القلب بيفتح ومسكر، معصرة بين المعدة وبين العفاج، أول قطعة من المعدة الدقيق، المعدة الدقيق كان عفاج صائم لفائي، ثلاث قطع. وعندي بين هي عندي فؤاد بين المعصرة السفلية والمعدة ما بدي إياها، وكله هذا فرعي ما مهم، هذا حكي تشريحي بس بدي أشرحه للفهم. قال القسم العلوي هو اللي بيتمدد، هو لما توصل يجي غذاء كثير هو اللي بيتمدد وبيتوسع، اسمه قاع المعدة. فالقسم العلوي هو المسؤول عن التخزين، توصل وجبه كثير كبيره فبيخزنها لحتى تنهضم بشكل صحيح، بعدين انا بفرغها. طيب انا بدي فرغها فبدي ادفعها باتجاه العفش، القطعه الاولى من المعده الدقيقه، بدي ادفعها مين المسؤول؟ العلوي ولا السفلي؟ السفلي طبعا، هون السفلي هلا رح تشوف كيف رح تتولد عندي حركات تمعوجيه تدفع ليها. اذا القسم السفلي مسؤول عن المزج وعن مزج وتفتيت الطعام وافراز الكيموس الى اخره. بعدين عندي الوظيفة الأخيرة هي الإفراغ. شو يعني إفراغ؟ يعني يطلع محتوى المعدة باتجاه العفاج. الإفراغ له ثلاث أطوار، طور دفعي، طور إفراغي، طور دفعي خلفي. شو معناته هذا الحكي؟ قال بالبداية عند الإفراغ المعدة هلأ بدها تفرغ محتوياتها باتجاه العفاج او القطعه الاولى من المعده الدقيقه. قال تتولى اول شيء عبر شو بده يفوت؟ يعني هي بتفرغ محتوياتها عبر شو؟ عبر البواب، يعني محلاها
يعني بدها تفوت المحتويات من هون لعند العفش. شو بدها تمر؟ شيء اسمه بوابه، هو عباره عن هيك مثل دسام بسكر وبيفتح. قال بالبدايه قبل الحركات التمعوجيه، عند بدايه هي الحركات التمعوجيه، حركات تمعوجيه حويه هي نفس حركات دفع، شغلتها تدفع الطعام. فهي حركات تمعوجيه قال بتتولد بجسم المعده ايضا مفصل السفلي. حلو هالحكي. قال بتتميز بقوه اقوى من الحركات المزجيه، حركات الدفعيه بالمعده اقوى من الحركات المزجيه. تتولد بجسم المعده بالقسم السفلي كمان اذا بدك. المهم قال قبل ما تبلش هي قال بيكون الدسام مفتوح، تمام؟ ما في عندي حركات تمعوجية، ما عندي شيء، الدسام شو بيكون؟ مفتوح. لما تبلش حركات تمعوجية وصل الطعام بلشت الحركات التمعوجية فبسكر. ليش بسكر؟ لأنه معقول أول ما توصل أنا عندي اللقمة أول ورش حركات تمعوجية بدي أمزج لحتى أخلط العصارات الهضيمة مع الطعام، شكل الكيموس، بعدين أنا بفتحه. فبالبداية أول شيء بيكون مفتوح عند بدء الحركات، بعدين شو بصير؟ مغلق. حلو هذا الحكي. قال بلش الحركات التمعوجيه، حركات تمعوجيه هيك بتصير، هيك بتبلش من هون هيك بتتقلص من جسم المعده، هيك بتصير المعده تقلص. شو بتودي لي الطعام او الكيموس خلينا نقول اللي هو عصارات هاضمه من المعده مع الطعام باتجاه البواب، تمام؟ بعدين حركات تمعوجيه لما تبلش حركات تمعوجيه قال بيسكر البواب، تمام؟ فصار عندي تطور دفعي، سكر البواب صار مغلق، تمام؟ وصلت الكيموس لعند البواب، فشو بيصير؟ قال بيرتد، الدسام مغلق، فما في شيء، يعني مفتوح شيء بسيط، دسام يعني شو؟ شيء بسيط جدا 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 جدا، فبصير في عندي تطور دفعي خلفي، شو بيصير؟ قال ارتداد للكيموس لمكونات الطعام، وخصوصي مكونات الطعام الصلبة. قال شو بينفد؟ بينفد الجزيئات الصغيرة والماء. حلو هذا الحكي؟ فبيضل ترجع بيضل يرجع هذا البواب بيضل مسكر، حركات المعجية شغالة، هو بيضل مسكر هذا الدسام، هذا البواب بيضل مسكر لحتى يصير كل الكيموس عبارة عن جزيئات صغيرة ومي، بعدين بيفتح وحركات المعجية عبر البواب بتروح الكيموس باتجاه العفاج. قال الوجبة جوات المعدة بتضل بدها وقت لحتى تفرغ بشكل كامل من 3 ل 5 ساعات، بتضل الوجبه ضمن المعده رح تسير في الى افراغ كامل، تمام؟ بعرف انك ضعت شوي بدك تركز معي، تمام؟ بالبدايه الوظيفه الاساسيه الحركيه للمعده، بالبدايه بدها تخزن الطعام نتيجه تمدد جدرانها بقسمها العلوي اسمه قاع، فهو اللي بده يخزن. اول ما وصلت الوجبه، تمام؟ طلعت كبيره، طلعت كذا، بدنا نخزنها، ما لنا وقت افراز هلا، فخزناها بالقسم العلوي، تخزنت تمام نتيجه تمدد الجدران، قادر انه يخزن 1.5 متر. القسم السفلي مسؤول عن حركات الدفع والتمعوج الى اخره. اول شيء بدها تمزج الطعام، بدها تفرز تكون لي شيء اسمه كيموس اللي هو مزيج من الطعام مع المفرزات الهاضمه، بدها تفرد الطعام وتمزجهم مع بعضه بالقسم السفلي، تلاقي بالقسم السفلي تنشا الحركات التمعوجيه والمزجيه. بعدين صار في عندي افراغ، افراغ نتيجه الحركات التمعوجيه المتولده في جسم المعده وهي اقوى من حركات المزج. كيف بيصير الافراغ؟ عبر البواب، هو دسام بين هو معصرة أو دسام بين المعدة وبين العفاش القطعة الأولى من المعدة الدقيق، فعن طريقه بده يصير الإفراغ، الإفراغ طور دفعي، تمام؟ طور إفراغي بيطلع شيء بسيط جدا، طور دفعي خلفي، شو بصير إذا؟ تنشأ من جسم المعدة حركات تمعوجية، تنشأ حركات تمعوجية، قبل ما تبلش هلا بورجيك رسمة الكتاب، بيكون الدسام مفتوح، تمام؟ بلش الحركات التمعوجية بدي سكره، ما بدي خلي ينفد شيء إلا الشغلات المهضومة، الشغلات الصغيرة. فبسكر بعد ما تبلش الحركات طور دفعي، هو كاتب لك بالفقره عند بدء الحركات التمعوجيه بيكون مفتوح، بتروح على الرسمه كاتبين الطور الدفعي، حاطين لك الدسام بيكون مغلق، هو قبل ما تبلش يعني قبل الرسمه كلها، قبل ما يبلش الرسمه لما توصل الطعام، فشو بيصير؟ بيكون مفتوح، يعني لسه هلا وصل الطعام بيكون مفتوح. بلشت الحركات التمعوجية هو مسكر، يعني عند الحركات التمعوجية مسكر، عند بدء الحركات التمعوجية فبيكون لساته مفتوح. بيكون مفتوح، بلش الحركات التمعوجية، سكر، تمام؟ بلشت الحركات التمعوجية، طور دفعي بسبب القسم السفلي، حركات تمعوجية بأسفل الغار، عملك بتصير بنهاية الغار، بس يوصل الحركات التمعوجية بس توصل لعند الغار بيسكر، ليش بيسكر؟ مشان ما يفوت إلا الجزيئات الصغيرة والماء. فبس يسكر
بصير في عندي طور افراغي بفوت المي مع جزيئات صغيره، بعدين طور دفعي خلفي ارتداد كل شيء مواد صلبه لفوق. تمام؟ حلو هذا الحكي. الوجبه بتضل بالمعده مخزنه بحدود 3 لـ 5 ساعات. تنظيم الافراغ المعده، حرف ما المعده شو بتحرك. طيب شو الشيء اللي بياثر على حركيتها من المعده؟ قال سرعه الافراغ تتعلق، المعده تتعلق بعاملين، مضخه بوابيه ومعصره بوابيه. بايلوريك بام، بايلوريك سفنكتر. شو معناته مضخه بوابيه؟ قال عندي مضخه انا، عندي مضخه بالقلب. قال لا، قال هي الحركه التمعجيه سميتها مضخه، عم تشتغل شغل مضخه. حركات بجسم المعدة عم تدفع لي، عم تضخ لي الكيموس باتجاه العفج، فسميناها مضخة بوابية. البواب مو له مقاومة، هو عبارة عن دسام عم يقاوم هاي الحركات. تمام؟ فسمينا مقاومته للبواب، تمام؟ هي نفسها معصرة بوابية. تمام؟ إذا هيك تساوي مقاومة، كاتب لك اياها بين قوسين، ملخص بقصد فيها هي الحركات التمعجية الدفعية الحوية هي اللي بدك اياها سمي. حلو هذا الحكي؟ تتعلق بعاملين، يلي بيزيد المضخة فهو عم يزيد الإفراغ، صح ولا لا؟ اه صح. يلي عم يزيد المقاومة، يلي عم يزيد المعصرة أو عم يقويها لهي المعصرة، عم يزيد مقاومتها فهو عم يقلل الإفراغ، صح ولا لا؟ اه صح. منطقيا. شو الشيء يلي بيأثر لي على الإفراغ المعدي أو بيأثر لي على هذول العاملين؟ حجم الطعام بالبداية. قال حجم الطعام كل ما ازداد تزداد سرعة الإفراغ المعدي، ولا سيما في الطور الأول. الطور الأول شيء لما يصير في عندي طور دفعي، شو أطوار إفراغ؟ دفعي، هي من الرسمة، دفعي، إفراغ، دفعي، إفراغي، دفعي خلفي. تمام؟ دفعي بيكون مسكر، ما بيفوت إلا أو ما بيفرغ إلا شغلات صغيرة، إذا دفعي، إفراغي، دفعي خلفي، برجع لي المواد الصلبة اللي لسه ما انهضمت. فلا سيما في الطور الأول، بالطور الدفعي حجم الطعام بيكسر جدا. ليش؟ لأنه بالطور الدفعي بيكون لسه المعدة معباية، يعني لسه كامل، لسه الوجبة مثل ما هي أول ما وصلت بداية الطور الدفعي. فليش حجم الطعام بيزيد سرعة الإفراغ المعدي؟ ما بذكر لك هو ليش بالذات. هسا بتذكر لما قلت لك أنا كان في عندي 3 منعكسات هضمية معدية نعوية هي بتساهم لي بضبط وظائف حركية. ما ذكر لك هم بالذات، قلت لك المنعكس الأول كان شو اسمه؟ موضعي، كان من دهنه سئيله. فلما توصل الطعام للمعدة بتتحسس الضفائر خلاص، بتحسس انه وصلت لعندي لقمة. تمام؟ وصلت لعندي لقمة فبدي اشغل حركات تمعجية. شغلت حركات تمعجية، طيب وصلت لقمة اكبر فتحسس الى الياف عصبية اكبر، فصار المنعكس اقوى، فزد لي الطور الدفعي ولا سيما في الطور الاول، مع ملاحظة انه زمن الافراغ المعدي ايضا يزداد بازدياد حجم موجب الطعام. شلون يعني؟ يعني انت اكلت، خليني اعطيك نفس مثال دكتور عبد الوهاب شغله، هو اللي مؤلف كتاب كون اللي بيعطي بماده جامعه دمشق. قال لك اذا باكل وجبه انا 2 لتر 1 لتر بالبدايه، اذا باكل وجبه انا 1 لتر فافراغها يستغرق ساعه مثلا. فافراغ وجبه 2 لتر يستغرق لازم ساعتين؟ قال لا، يستغرق ساعه ونص. فالسرعه زادت، وجبه 1 لتر خلصتها بساعه، وجبه 2 لتر خلصتها بساعه ونص بدل ساعتين. وبالتالي السرعه تزداد سرعه الافراغ، بس الزمن ايضا عم يزداد، كنا بساعه صرنا بساعه ونص، عرفت شلون؟ فعم يصير في عندي حاله تسارع. انا لما اوصل المعده بالبدايه بدايه الطور الدفعي، لما يكون عندي وجبه هالقد تحسس لها الياف عصبيه بسيطه تحسست لها، فاعطتني حركات تمعجيه ليست قويه. وصلت وجبه كثير كبيره تحسس لها الياف اكثر بشكل اكبر، فتمططت، تحريك ميكانيكي هذا اسمه. الوجبه اجت تمططت الجدران، تحسست الالياف العصبيه فاعطتني منعكس اقوى، فزاد الطور الدفعي فازدادت السرعه، ولكن رح يضل الزمن اكبر. يعني اكيد لما تاكل فروج بروستد مو مثل لما تاكل فروجين، اكيد الزمن بده يزيد، اكيد هذا الدور هذا الدور، بس في عندي تسارع. الفروج باكله بساعه مثلا بينهضم، وطبعا بده شي ساعتين، هنيك بدل 4 ساعات مثلا 3 ساعات، ففي عندي زياده بالسرعه ولكن ايضا الزمن عم يزداد. فهم؟ ما في شيء. الخاصة أو الشغلة الثانية، العامل الثاني اللي بنظم الإفراغ المعدي هو خصائص الكيموس. كيموس لما عصارات هضمية لما أمزجها مع الطعام بتشكل لي الكيموس مثل ما حكينا، هو اللي بالأخير أنا بدي أفرغه لهذا الكيموس ضمن الأعفاج. هذا الكيموس له خاصتين حسب الصلابة وحسب الحموضة بيأثر لي على الإفراغ. إذا كان حامض هذا الكيموس معناته أنا العصارات الهضمية طغت على
على شو اسمه الطعام اللي جاي عندي. يعني كيمون شو هو الطعام اللي اجى مع المفرزات الهضمية تبع المعده. المفرزات الهضمية تبع المعده تحتوي ممكن اتلاقى حمض كلور الماء حمض، فعندي حمض مع طعام، لسه في عندي طعام فلازم يطغى الطعام على الحمض المعدي. فشو بيصير؟ انا بخلي الطعام جوات المعده حتى ينهضم بشكل كامل، وخصوصي الطعام البروتين. هلا حموضه عاليه جدا، ضغط حلولي، ضغط تناطحي عالي جدا، نسبه الجزيئات والشوارب اكثر من نسبه الطعام ونسبه السائل ونسبه ونسبه ونسبه، وبالتالي انا خلصت هضم، فليش اخليه بالمعده؟ حموضه المعده شو كانت تعمل؟ تعمل لي قرحات معديه اذا بتتذكر، بتفاقم القرحات المعديه، فبالتالي انا صار عندي حموضه عاليه، معناته انا خلصت هضم بالمعده، فلازم زيد الافراز. فالحموضه ضغط الحلولي تبع الكيموس بيزيد لي افراغ المعده، بيزيد لي سرعه الافراغ المعدي. خاصة الثانية من خصائص الكيموس هي الصلابة، منطقيا إذا كان الأكل صلب بدي يزيد الإفراغ ولا يقلله؟ أكيد لا، أو بيزيد سرعة الإفراغ ولا بتقل؟ لما يكون الطعام صلب شو بيصير إلا؟ بيصير في عندي طور دفعي خلفي، بفوت الجزيئات الصغيرة بس، تمام؟ أو السائلة، إذا الوجبات السائلة بتزيد سرعة إفراغها عالي، الوجبات الصلبة سرعة إفراغها واطي، ليش؟ كل ما وصلت لنهاية الغار حركات تموجية، البواب شاف قدامه مادة صلبة بيعمل لي دفع خلفي. مادة سائلة جزيئات صغيرة بفوتها، مادة صلبة برجعة، فأنا عم رجع عم رجع عم رجع، فعم يزداد زمن الإفراغ المعدي، عم تقل السرعة بالوجبات الصلبة، إفراغ المعدي يعني يقل بالوجبات الصلبة، وجبة سائلة مي، فبتفوت المي حركة معوجية دغري بمرق البواب، ما في له لا مقاومة ولا بيعمل لي حركة دفع خلفي، وبالتالي تزداد سرعة إفراغ بالوجبات السائلة. العامل الثالث اللي بيأثر لي على إفراغ المعدي غنى الكيموس بالمواد الدسمة والبروتينات. منطقيا غلى بالبروتينات وغلبت المواد الدسمه على شو اسمها على الحموضه، تمام؟ يعني الكيموس حمض مع العصارات، حمض عصارات المعده بما فيهم الحمض والدهون، بس الحمض حمض مع عصارات هذه ميله المعده مع الطعام، طغى الطعام بروتينات ودسم، معناته انا لسه ما ضمتهم بشكل كامل، فشو بيعمل؟ بدي رجعه، فبدي قلل الافراغ المعدي، خليه ينهضم بعدين بتاخر. قال بيزيدهم او ليش بيصبب الافراغ المعدي؟ بواسطه شغلتين، منعكس معوي معدي. اللي حكينا عنه المنعكسات المواد بدك تنتبه كان اسمه معدي معوي، منعكسات الهضميه الثلاثه هون معوي معدي. لما توصل لهون اكل فجاه العمق الاكل لسه معبى مواد دسمه بروتينات، والمعده فيها تنضم بروتينات بسبب البيبسين اللي حكي عنه. فلسه معبى بروتينات الطعام ليش عملت لي اياه؟ فبيتحرض منعكس معوي معدي بيرجع لي الطعام باتجاه المعده او بيثبط افراغ المعده، انه الطعام لساته طعام لساته فيه بروتينات ولسه فيه دسم، حاجه تفرغه هضمه منيح بعدين تعب، فلذلك بيثبط ومن خلال الهرمون كوليسيستوكينين. الهرمون كوليسيستوكينين ما رح تعرف تحفظه من اول مره، انا بقول لك تعيده مرتين ثلاثه رح تعرف تحفظه. كوليسيستوكينين كوليسيستوكينين، اذا ما عرفت تحفظه احفظه سيستيكين ما بعرف تسيب. فهذا الهرمون لما هو بينفرز من العفاج، رح اعمل لك جدول لكل شيء هرمونات، بضيعوا الهرمونات بهذا الفصل، رح اعمل لك جدول كل شيء هرمونات وظائفه، تمام؟ بس اصبر علي شوي، شي فيديو فيديوهين حتى ينحكى عنه اكثر، لسه ما حكينا كثير عنه. فهذا السي سي كي بينفرز من العفاج القطعه الاولى من المعي الدقيق، لما يوصل اكل لما الكيموس يوصل لعنده يكون غني بالدسم وغني بالبروتينات بينفرز من مخاطيه العفاج. بس ينفرز مخاطيه العفاج بيضبط لي الافراغ المعدي. حلو هذا الحكي، ليه ضبط افراغ المعدي؟ بواسطه تقويه المعصره او زياده المقاومه البوابيه، حكينا الحكي اللي بيزيد المقاومه البوابيه فهو عم يقلل الافراغ، اللي بيزيد المضخه اللي بيزيد حركات تموجيه فهو عم يزيد الافراغ، تمام؟ اذا بدي اعمل هون انا جدول بسيط شو اللي بيزيد سرعه كمان هون دو يا لطيفه شو دورات؟ مثل معصره الملك صوفيا، يا لطيف شو دورات؟ رح احطهم اللي بيرفع خليني احطهم بالاخضر والاحمر، انتم بتحبوا هيك شغلات، يلي بينزل ويلي بيرفع. اللي بيزيد بيرفع يعني بيزيد الافراغ المعدي، بيزيد سرعه الافراغ المعدي، بتتفرغ المعده بسرعه. شو اللي بيخلي المعده تتفرغ بسرعه؟ حجم الطعام، كل ما زاد حجم الطعام كل ما تحسست الياف اكثر، زادت قوه التموجيه ولا سيما في الطور الاولي والطور الدفعي. طعام اكبر تحسست اكثر منعكس اقوى. فبازدياد حجم الطعام اذا بيزيد الافراغ. واحد. اثنين شوفي عنا خصائص كيموس، كل ما كان حمضي اكثر فاذا خلاص انهضموا بشكل كامل زد لي الافراغ. حموضه كيموس اللي هي نفسها ضغط تناضحي، ازدياد الشوارب ازدياد الجزيئات معناته انا ازداد عندي الضغط الحلولي او الضغط التناضحي.
شغله الثالثه الصعابه، الوجبات السائله بتزيد الافراط، دغري بتفوتوا بتفوت على المعده، دغري البواب بمرقه بدون ما يرجع، بدون ما يعمل دفع خفي ولا شيء. اذا زادت افراط الوجبات السائله. مو وجبات سائله هي كله بصبطهم، تمام؟ اذا هدول شو بيعملوا لي هدول؟ بيسرعوا لي افراغ المعده. طب شو اللي بيصبط لي؟ وانا مع العلم ها ملاحظه انه بيزداد الزمن ايضا منطقيا. شو الشيء طيب اللي بيصبط لي الافراغ المعدي؟ الوجبات الصلبه. الوجبات الصلبه والغنى بالجسم بروتينات نتيجه الدسم. بكون في عندي دسم بروتينات كثير غلبوا على الحموضه، معناتها لسه ما انهضموا، فبوقف انا افراغ مشان ينهضموا صح بعدين يبعث فيها. حلو؟ دسم بروتينات خلينا نفصلهم اكثر، منعكس ميعاوي معدي وسي سي كولي سيستو كيني. حلو هذا الحكي حلو. طبعا هون في خليني اضيف لك ملاحظه اضافيه، الجاسترين اللي هو هرمون فرتك ينفرز من خلايا جوات المعده، اسمها خلايجي، ما بعرف فيها، نحكي عنها بس نوصلها بالتفصيل. تذكر الفيديو الماضي قلت لك هذا بيزيد حموضه المعده، بيزيد افراز المعده، تمام؟ فبيزيد شو العصارات، فبيزيد حموضه المعده، وبالتالي انا فيني احطهم. اذا جابوه والله انه سؤال فهمي، انه الجاسترين بحفز، رح نشوفه كيف، بحفز انتاج العصارات هذول، فبيزداد عند الحموضه بتغلب على المواد الدسمه. فهو بيزيد لي الافراغ، طبعا يعني بفقرات المراجع او عندنا بالبشري يعني فقره الافراغ يعني عندك هون لسه عندك السكريتين، عندك الجي اي بي الببتيد المثبط المعدي كلياتهم بيثبطوا الافراغ، بس ليش ما لحقت لك يا هون؟ اولا مشان ما ضيعك، ثانيا اجى سؤال السنه الماضيه شو اللي بياثر على معدل الافراغ المعدي؟ جاب له حجم الطعام، جاب له الكوليسيستوكينين، جاب له خاصة في اختصاص كيموس، جاب له السكرتين. فالسكرتين هو بيثبط الافراغ المعدي قطعا، يعني موجود عندنا بمحاضرة البشري، يعني اذا شو اسمه اذا ذكرت بالمونتاج طلعت لك اياها هون بمحاضرتنا احنا، محاضرة الدكتور عبد الوهاب شكلها. فموجود انه السكرتين وهرمون مثبط المعدي والكوليسيتوكينين بيثبطوا لي الافراغ المعدي، فهي صحيحة، ولكن يعني اكيد مو اربعة صح بالخيار، اعمل لك كل ما يلي ما عدا بيأثر على معدل الافراغ المعدي. فلذلك بنلتزم بالكتاب بنشوف انه السكرتين ما أنا موجود ضمن هاي الفقره فبروح بختاره، ولكن هو بيثبط الافراغ. رجعت بحثت شوي ففي بعض المراجع بتقول لك انه من يعني في احتماليه انه بيثبط، في احتماليه انه ما بيثبط. فلذلك عم يكتب الاسئله بس بيمسك هيك شو العوامل 1 2 3 بيحطهم، بحط لك خيار رابع شو يلا سكرتين اي شيء، ما بيكون هو باحث وعرفان اذا هو بياثر ولا ما بياثر. لذلك انا ما راح اكتب لك الا هيك، هو بالكتاب كاتب لك انه الجاسترين بحفز لي افراز المعده، فبحفز لي الحموضه فبزيد لي الافراغ، والجاسترين عندنا بالمحاضره وبالمراجع هو بيزيد افراغ المعدي اجباري لانه بيزيد الحموضه، فممكن تكتبوا احتياط. مع العلم يا سيدي اذا اجى حط لك ثلاث خيارات، حط لك الجاسترين بتختار الجاسترين كونه هو الخاطئ، مع العلم هو صحيح 100%. حلو؟ لذلك ما رح توسع لك اكثر من هيك، رح خليني ضمن محتوى كتابك. نعمل لها مراجعه سريعه للفعاليه الحركيه للمعده، تمام؟ رجع ركز معي، شوف وين فاتتك معلومه، رجع ركبها من البدايه. عندي فعالية حركية للمعدة، شو بتعملي المعدة؟ بالبداية بتسترخي، بتخزن لي الطعام، قادرة إنه تخزن 1.5 لتر بفضل القسم العلوي من المعدة اللي هو القاع، هو مسؤول عن التخزين. بعد ما خزنت بدها تمزج لي وتفتت لي الطعام وتشكل لي شيء اسمه الكيموس. هذا كمان هذا الحركات سواء مزج أو إفراغ كلها من القسم السفلي. حلو هذا الحكي؟ فالقسم السفلي مسؤول عن حركات المزج، بدي امزجها مع الكيموس ومع العصارات الهاضمه، وبالنهايه انا شو بدي اعمل؟ بدي فرغها الى العفاج عبر شيء اسمه البواب. هلا الافراغ هون بلش الحكي زياده. الافراغ قال بالبدايه عندي انا ثلاث اطوار، طور دفعي، طور افراغي، بعدين طور شو؟ دفعي خلفي. قال بالبدايه عند بدايه الحركات التموجيه، بلش حركات تموجيه من جسم المعده. بس بلش حركات تموجيه بيكون هذا مفتوح، تمام؟ بس توصل حركات تموجيه لنهايه الغار، يعني قربت لعنده لعند للبواب، بس توصل لنهايه الغار بيسكر. سليمه بس. بس توصل لنهايه الغار بيسكر البواب وما بيسمح بمرور الا السوائل والجزيئات الصغيره، كل شيء جزيئات صغيره بيقول لي ارجع لي، هضمي منيح وتعال. فلذلك طور دفعي من جسم المعده بتكون عندي حركات تموجيه قويه، اقوى من حركات المزج.
بتوصل لما تبلش بيكون مفتوح، بتوصل لنهايه الغار الطور الدفعي بيكون مغلق بسكر، بفوت لي بس الجزيئات الصغيره مع المي، الجزيئات الصلبه بيعمل لي الحركه طور دفعي خلفي بيرجع لي اياها لحتى تنهض. حلو هذا الحكي. حلو. الوجبه بالمعده بتضل مخزنه او بالوقت اللي بدي اياه لحتى يصير عندي افراغ كامل هو من 3 لـ5 ساعات. العوامل الاساسيه يلي بتنظم لي افراغ المعده، اول شيء عندي افراغ معدي يتعلق بعاملين اساسيين، هو الحركات التمعجيه او المضخه، سميناها مضخه بواريه، بايلوريك مضخه بامب، وعندي بايلوريك معصره سفينكتر. المعصره هي نفسها مقاومه البواب، تمام؟ المضخه انا ما عندي مضخه، الحركه التمعجيه اصطلاحا سميتها مضخه بوابيه، فاللي بيزيد المضخه بوابيه اللي بيقوي المضخه البوابيه فهو عم يزيد الافراغ، يلي عم يقوي المقاومه او اللي عم يقوي المعصره عم يزيد ضغط فيها فهو عم يثبط الافراغ. بالبدايه حجم الطعام، كل ما زاد حجم الطعام تحسست الالياف بشكل اكبر فزادت لي الحركات التمعجيه ولا سيما بالطور الاول، اسمه الطور الدفعي. فلما توصل الوجبه تكون كبيره فبيكون الدفع اقوى نتيجه تحسس وتمطط جدران المعده بشكل اكبر. حلو هذا الحكي. حلو. اذا بزياده وجبه الطعام عم يزداد سرعه الافراغ المعدي، مع العلم انه مع زياده حجم وجبه الطعام ايضا شو عم يزيد؟ عم يزيد زمان الافراغ. عم تاكل وجبه 1 لتر بدها ساعه، 2 لتر بدها ساعه ونص، زاد الزمن بس في نفس الوقت زادت سرعه الافراغ. خاصه الثانيه خصائص الكيموس، بدي انتبه للحموضه ولا الصلابه. اذا كان حموضه الكيموس عاليه، اذا كان الضغط الحيوي تبعه عالي، وبالتالي خلصنا نحن هضم الحمض، الحمض صار اكبر من البروتينات والبسومات، خلصنا حمض فبزيد افراغ المعدي. الصلابه كل ما كانت الحموضه الصلبه اكبر بتثبط التفريغ، خليها تنهضم تتحول لجزيئات صغيره بعدين تجي، وبالتالي المواد الصلبه الوجبات الصلبه بتثبط افراغ المعدي، بتقلل من سرعه افراغ المعدي، وجبات سائله بتسرع افراغ المعدي على السريع بمرقها البواب. بعدين غنى الكيموس مواد دسمه والبروتينات، زادت عندي بروتينات ومواد دسمه غلبت على حموضه الكيموس، معناته لسه ما انهضمت بشكل منيح، فبثبت الافراغ المعدي لحتى ينهضم ويرجع. كيف بثبته لهذا؟ كيف بثبت افراغ المعدي لما تكون مواد دسمه، لما يكون في عندي مواد دسمه وبروتينات وصلت لعند العفاش؟ نتيجه منعكس معوي معدي، المعي وصله بروتينات ودسم، معناته ما انهضم بشكل منيح، فبقول له وقف، منعكس معوي معدي بثبت الافراغ خليه ينهضم منيح. وشغله ثانيه، خلايا بالعفش بتتحسس للدسم بروتينات، بتفرز لي كوليستوكينين اللي بيقوي لي المعصره البوابيه، بيزيد لي مقاومه المعصره البوابيه، بيضبط لي المضخه البوابيه، وبالتالي هو عم يثبت الافراغ، عم يقلل سرعه الافراغ. اذا بالمحصله صار عندي حجم الطعام، حموضه الكيموس، وجبات سائله، والجاسترين، كان الجاسترين هو بحفز لي ازدياد المفرزات الهضميه، تمام؟ هو بيزيد لي الافراغ المعدي، اسمه جاسترين، بيفرز من المعده. جاسترين بيزيد لي الافراغ المعدي وبيزيد لي المفرزات المعديه، خذها اسمه جاسترين على اسم المعده، كل شيء جاستريك يعني معده، جاسترين هرمون من المعده، فبده يزيد كل شيء بالمعده، بيزيد الافراغ المعدي وبيزيد المفرزات المعديه. حلو؟ حلو، اذا وجبات سائله بتزيد لي سرعه الافراغ، حجم الطعام، حموضه الكيموس. يلي بثبت كوليستوكينين منعكس معوي معدي اذا كانت وجبات صلبه وخلصنا، اذا كانت اذا غنيه بالبروتينات والدسم مثل ما حكينا معناتها ما هضمت بشكل منيح. هيك وخلصنا على الفعاليه الحركيه للمعده، ضل لي اعمار دقيقه ولا اعمار اورجانيزم.